هو والله كي تجي تشوف في الواقع هنا في القروين بالذات ناقصين ياسر. لو انا ولد معتمدية حجب العيون تبع ولاية القروين كنزور القروين ما فيهاش، واختلفت زاد الجهات نتاعها، المعتمديات الحجب العيون زاد ما فيهاش خلاص جرده ولا اثنين، وجرده الكبيره معناها نقاه وجرده الاخرى صغيره مهمله، فماش عنايه بالبيئه في ولايه القروين. ونحب بس حاجه نلاحظ ناسنا بركا وصلنا 54 درجه و53 درجه في القروين، تشد طريق قروين وحاجب العيون تتلقى الزيتون كله يابس ناشا انحباس الحراري درجه الحراره المرتفعه، وهذه على السلطات المحليه هي اللي تتحمل المسؤوليه مش مواطن. مواطن يلقى الجرد يحافظ عليه، لما السلطه لازم تعمل الجرد وتليق بها وتحط فيها على اساس وكذا، ومواطن يحافظ عليه ويدعمها المواطن. هل شفنا المجتمع المدني في التلقيح لقيناه، في تنظيف الشوارع لقيناه، هذاك واش تعمل اليوم للبيئه ما تلقاش مجتمع مدني باش تلقيها، يلزم الدوله هي تحمل المسؤوليه كامله. تقترح لو كان تكون ثم حملة وطنية ورأي عام هكا وطني شجع التجير؟ يا حبذا يا حبذا يكون اليوم وطني للبيئة على السلطات تحمس مسؤولين مع المجتمع المدني. عنا موضوع نحكيو على البيئة، عنا مساحات خضراء ما يكفي في القروين ولا؟ نعم فماش مساحات خضراء، هل تغزر لها كيفاش؟ لهنا بحث البلدية ذاك عش اللي غازين شجرة، ما في بلاي صخر يدولي ناقصين. بار اكزومبل في ناس في قص هاي اشتر الشجر مخصوص يقصوا فيه، كل واحد ما يحبش يكون يحط قدام داره شجر، خاطر تهز في الهواء، تهز في برشا وقت معناها تهز في برشا وقت. المساحات المؤطرة معناها نتاع جردة ولا حاجة مش معناها ترى ناقصين قروين مساحات خضراء. هاي بالطبيعة ناقصة، حتى جردة ولا حاجة ما فماش، معناها عندنا جردة واحدة. جردة في البلد. ومش ملاهيين بها جملة. معناها هما زوج جردات تو، كان يخدموهم المجتمع المدني تلهوا بهم هرم تلهوا بهم، ما تلهوا بهم تقعدوا هكاكا ما يتلهوا بهم حد. لازم وعي من المواطن قبل كل شيء، معناها حتى الدولة واش باش تعمل لك الدولة، كانوا ما يفيقوش على وضعياتنا ما يفيق علينا حد. يعني كي يقولوا كان ثم حملة وطنية ويوم نشارك تشجير نشاركوا فيه، ما عملنا ديجا يوم تشجير قبل، وفي العيد الصغير عملنا حملة نظافة وسط البلاد لهنا وشاركوا فيها برشا شباب، المجتمع المدني هو اللي قايم به القروين تو. يعني شباب كان يقولوا كان ثم يوم تشجير وتزرع تمشي وتزرع. مشيت ديجا أنا يعني من قبل مشيت وشاركت وكل شيء ونظفنا برشا بلاد، ديجا هذيك انت مسخه شكون نظف؟ ما انا نظفناها اللي من غادي هاك قدام. يعني شنو تقترح؟ توا كثرة توا حرايق الغابات وسخانه لازم الحل هو في الشجره؟ بالطبيعه لازم حملات برشا نظافه كل شيء. ناقصين شوي ناقصين ما فماش برشا مساحات، بورتو مشني من القروين سونتر لكن فما برشا مساحات ناقصه. شو لاحظت معك؟ فما مساحات مهمله فهمتني؟ فما مساحات تتحسن خير. فهمتني هذه اللي حس ما شفت. شو تقترح معنا نزرعوا اكثر شجر؟ اكثر الجر والهوا وكو نحطوا خضرة بيش خضرة بالاجار، وين الاجار الله اعلم ساب الاكثر يقصوا فيها في الطرقات في الغابات تكشف لها محروقه تحرقت الكل. عاود اخوي عاود، والشجر تبارك الله كي تلقى ما يعتني بها الكل تمشي راه تنمو الشجره تنمو. العالم تاعو ماشي للتشجير وماشي للبيئه النظيفه، خاطر الاحتباس الحراري وكل شيء مأثر على الوضع ياسر، قاعد يزيد بنسبة كبيرة. ديجا أكبر الشركات في العالم تستثمر في الطاقة البديلة والطاقة النظيفة، معناها هذيك هي باش نرجعوا تو للتشجير باش نرجعوا للطاقة النظيفة. دونك هذا العالم وين ماشي، معناها هذيك الثنية نتاع البشرية تو، سينو معنا وين نوصلوا بالديفو هذا نعملوا فيه. أما برشا حرائق صارت راه على الأقل تكون باش نعوض الحرائق هذيك نزرعوا شجر. أي لازم لا هي الحرائق راهو كان جينا نحن منظمين ومأطرين ما كانش تصير حرائق، كنا نجموا نتحكموا فيها. والحرائق اللي صارت نتيجة الاحتباس الحراري، فما برشا بلايص في فرنسا شكون كان يتصاروا فرنسا ولا تركيا باش يصير فيها حرائق ما كان يتصاروا حد صاروا فيها. دونك لازم تشجير ومع التشجير لازم نبعدوا نعملوا كل حفر ما بين كل شجرة وشجرة باش نمنعوا أموال حرائق. لازم يكون فما إكيب، لازم يكون فما مجتمع مدني ونتغلبوا على كل نبداو مع بعضنا نتغلبوا على كل مشكلة راه. والتلامذة صغيرات نقروهم في المدرسة وفي الروضة على البيئة، علاش ما نقروهمش؟ علاش ما تدخلش برنامج في المدرسة؟ على البيئة وعلى المحيط وكل شيء، نقرو في المحيط شكلي راه. أنا صحيح أستاذ سبورة ما نقرو في المحيط شكلي، عندي ولادي يقروا كي نجي نقري النبتة مناش تتكون، مش أهمية النبتة وكيفاش تعمل النبتة في الانحباس الحراري وفي الأمطار جلب الأمطار، لا هذا كل ما يقروش. يزم الدولة تراجع كل شيء، كل شيء يزم تراجع خاصة للبيئة. ونشوفوا في الغرب كيفاش يزرعوا في الأشجار وكذا، هم خير منا مش خير منا.